بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقر بها، حاول اليهود والمشركون إيذاءه. فدارت معارك كثيرة وخطيرة بين المسلمين وأعدائهم. فما أحداث تلك المعارك؟ هيا بنا نشاهد. استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وبنى مسجدا وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج المتقاتلتين، وأبرم معاهدة مع اليهود لتنظيم العلاقات بين المسلمين واليهود. هل سنترك محمدا وأصحابه يعيشون آمنين؟ هل يظن أنه بذهابه إلى يثرب قد أفلت منا؟ لا، سنحاربهم حتى نقضي عليهم. وشن كفار قريش عدة حروب على المسلمين، منها غزوة بدر الكبرى، غزوة أحد، غزوة الخندق، حيث خان اليهود العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحرضوا كفار قريش على مهاجمة المدينة ووعدوهم أن يمدوهم بالسلاح. ما هذا؟ ريح عنيفة سوف تدمرنا. سأعود إلى مكة. أنا معك. كلنا سنرجع إلى مكة. هيا بنا. هل علمت يا سيدي أن محمدا وأصحابه يقفون بالحديبية يريدون المجيء إلى مكة للعمرة؟ ماذا؟ للعمرة؟ هذا لن يحدث أبدا. ما الأخبار الآن؟ لقد وافق محمد على شروط صلح الحديبية، وفيها أن يؤجل محمد عمرته إلى العام المقبل، وأن تقف الحرب بيننا وبينه مدة 10 سنين. محمد عقد صلحا مع أهل مكة، ماذا نفعل؟ سنحرض كل قبائل اليهود ضده حتى تقضي عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خاض عدة معارك مع اليهود بسبب خيانتهم وغدرهم وطردهم من المدينة.